التقييم هلا، اول جملين بيقرا لنا اول جمله. يس they walk walks to school every day. يلا يس مين معي هلا؟ نعم لازم نحلها. نعم تفضل، بدنا نحلونا هون. يس بتول، يس بتول تفضلي اول جمله. they walk walks to school every day. نختار walk walks لأنه في عنا every day صح؟ بصح مزبوط، بس هلا بنقول walk نضيف له s ولا walks؟ عفوا walk بدون s ولا walks بالs؟ انتبه الفاعل هون they. استاذ لا walk بالs نضيف الs. نضيف s ولا بدون s؟ بدون s. على they معناتها بدون s. أحسنتي. إذن بدون إس أحسنتم. إذن they walk to school every day. طيب الجملة اللي بعدها she reads read a story every day. يلا من بيجاوبنا على هاي الجملة؟ أستاذ أنا. يس عبير تفضلي. يس عبير تفضلي. أستاذ reads she reads read. أحسنتي. she reads a story every day هي تقرأ قصة كل يوم. إذا ضفنا إس لأن الفاعل she هي. نمبر 3 جملة 3 يس شاهد تفضل يا شاهد. شاهد شاهد تفضلي. الكل راح يشارك. نعم it smells smell very delicious in the kitchen. يس نحط له اس الشخص الثالث نضيف شو اس يعني شو بصير الفعل smell ولا smells؟ smells. ممتاز excellent. it smells very delicious in the kitchen. يعني واحد ماشي جنب المطبخ وشم هيك ريحة شهية فبشو بيقول it smells very delicious in the kitchen. إنها يعني تعطي رائحة لذيذة جدا في المطبخ أو شهية جدا. yes. number 4 he loves to play basketball. yes yes. ما أشترك اليوم؟ تفضل يا سلام. He loves نحط له S. تمام أحسنت. He loves to play إذن basketball. هو يحب أن يلعب الباسكتبول. آخر شيء تفضل يا نجلاء خامس جملة. We go goes to football every day. yes. We go to football every day. very good. We go to football every day. نذهب إلى كرة القدم قدم أو to play football every day. excellent أحسنتي. إذن هاي خلصنا من الهدف الأول من نعم من درس. هذا السؤال نعم تفضل. شايف بهاي طب ليش حطينها على إيه؟ أين هي؟ المثال الرابع. الرابع هي loves لأن الفاعل شو هو؟ الفاعل شو هو الفاعل؟ الفاعل هي. تمام أحسنتي. الفاعل هي منضيف للفيرب إس ولا ما منضيف له إس؟ يعني إذا هلا إذا كان عندنا فاعل منضيف إس أنا ما كنت إذا كان الفاعل من ضمن الضمائر هي هو أو شي هي أو إت يضاف للفعل إس. يعني بنقول هو يحب أن يلعب الباسكتبول كرة السلة. هي loves to play basketball. تمام. أما مثلا الجملة اللي بعد الخمسة we go نحن نذهب هون ما ضفنا إس لأن الفاعل شو وي. تمام تمام أستاذ. أوكي طيب هلا هيك نأخذ في حد عنده أي استفسار؟ لا أستاذ. لا أستاذ. طيب هيك عاملين نحن مثل البريك يعني إذا في حد عنده أي استفسار أو شيء إن شاء الله نجاوب يعني أثناء الدرس مثلا فاصل. نعم طيب ننتقل للشريحة أو للهدف الثاني من الدرس. second الهدف الثاني how to form a negative of the present simple. يعني بمعنى آخر كيف أنا بشكل النيجاتيف النفي من الحاضر البسيط. تمام كيف شكل أنا النفي من الحاضر البسيط؟ راح نشوف هلا كيف راح نشكل النفي. طبعا أنتوا راح تخبرونا كيف راح نشكل النفي. طيب مين بيقرأ لنا أول جملة؟ يس
نعم أستاذ. طلاب يقرأوا الجمل هلا. نعم تفضل يا بتول. تفضل يا بتول. Activity 1. I live in a house. I don't live in an apartment. Yes. You live كملي كملي. Go on. You live in a house. Yes. You live in a house. In house you don't live in an apartment. We live in a house. We don't live in apartment. They live in a house. They don't live in an apartment. Very good. يعني أنا بعيش في البيت. أنا ما بعيش بشقة. أنت تعيش في البيت. أنت لا تعيش في شقة. تمام. طيب نأخذ هلا أمثلة أخرى. مين بيقرأ لنا الأمثلة الثانية؟ يس نجلاء. تفضل نجلاء. He doesn't have cake for breakfast. Yes. Breakfast. She كملت. نعم. Yes. She doesn't have cake for breakfast. It doesn't have cake for breakfast. ممتاز أحسنتي. سؤال هلا إذا نحن كيف بننفي الحاضر البسيط؟ شو استخدمنا نحن بالحاضر البسيط؟ هي فعل مساعد do. نعم أحسنتي. إذا إما don't أو doesn't ما هيك؟ طيب سلام متى نستخدم don't؟ مع أي ضمائر نستخدم don't؟ مع شو نستخدم نحن الضمائر؟ أي ضمائر بتاخد don't وأي ضمائر بتاخد doesn't؟ نعم أستاذ الضمائر اللي بتاخد do هي يلي ما بتاخد اس الشخص الثالث، ويلي بتاخد doesn't هي يلي إلى الشخص الثالث يعني الاس. ممتاز أحسنتي. يعني بمعنى آخر نقول don't تأتي مع الهي والشي والإيت، عفوا doesn't مع الهي والشي والإيت، والdon't تأتي مع الاي يو وي ذي. تمام. إذا فهلا نحن استنتج قاعدة النفي. هلا قاعدة النفي activity، لاحظوا اللي هي والشي والإيت بننفي ب doesn't زائد verb 1 زائد الشكل الأول. الـ I, you, they بننفيهم ب don't، وبيجي أيضا verb 1 يعني المصدر، هو الverb 1 يعني المصدر. don't play لا يلعب، don't read لا يقرأ إلى آخره. forms شكل، شكل النفي نفس شكل الجملة المثبتة، هي subject زائد don't أو doesn't زائد verb 1. تمام. طيب نجي هلا للتطبيق. يلا اول جمله، مين بيقرا الاول جمله؟ شي دونت دازنت لايك سبايدرز. يس شهد. تفضل يا شهد. شي دازنت لايك سبايدرز. سبايدرز، واتس مينينج اوف سبايدرز؟ شو معنى سبايدرز؟ سبايدر مان عنكبوت؟ لا سبايدر عناكب. يس العنكبوت العناكب. نعم أحسنتي العناكب. إذا she doesn't like spiders، ما بتحب العناكب. أوكي number two. عفوا هي doesn't هي مكتوب does. طيب number two you don't need ولا needs a dictionary. مين بيحل لنا هي؟ يس سامية. تفضل يا سامية. You don't need or needs dictionary. Yes. أنت لا تحتاج إلى قاموس. Need. أيوة أحسنتي. إذن بيجي بعدها شو إنها verb one. You don't need a dictionary. Number three. ثلاثة. Maria doesn't ولا don't work on Fridays. Maria ما بتشتغل يوم الجمعة. Yes. عبير. تفضل يا عبير. نعم أستاذ. نعم عبير. تفضل يا عبير. doesn't أستاذ. أحسنتي. ماريا doesn't work on Fridays. ماريا لا تعمل يوم الجمعة. طيب أخيرا هلا جون don't ولا doesn't speak Spanish. جون don't doesn't speak Spanish. جون ما بيش بيتكلم الإسباني. تفضل يا سلام. طيب حمزة. تفضل يا حمزة. حمزة الفارس تفضل.
Yes, Hamza. John doesn't. هو لا يتكلم Spanish. أحسنت أحسنت يا حمزة. John doesn't speak Spanish. John لا يتكلم الإسبانية. في أحد عنده سؤال أو صعوبة بإمتى بنستخدم don't و doesn't؟ طيب إذا هاي بالنسبة للهدف الثاني.